شنو هذاك القباحة اللي كنت دايرها هنا كامل في الغرفة نبيع؟ كيف حالك؟ بخير؟ مستعد لمسابقة مزامير داود؟ نعم. تابعت قليلا أصحابك، يعني كونت صداقات، انت باين عليك. نعم. برت صداقات؟ نعم. كثيرة ولا قليلة؟ قليلة. ودكرك مستعد تتنافس؟ يلا أوكي. الرافدين معي إلى جانبي بلال رائد الدباغ الذي جاءنا من العراق. أهلا بك رائد. أهلا وسهلا بكم. شلونك؟ الحمد لله. وش راكي؟ لا بأس الحمد لله، بخير الحمد لله. رائد، وانت عامل هذا الصدارة الفيصلية نسبة للملك الفيصل الأول، هذه وش حكايتها في العراق؟ والله هذه الملك فيصل الأول كان يلبس أفندي، وكان يلبس مع السدارة الفيصلية ملك فيصل الأول، يعني في 1900، ويعني فهو أول من لبسها، والآن أصبحت يعني كأنما يعني زي العراق، يعني زي أنيق. أنت أنيق اليوم، أنت حلو، وإن شاء الله وإن شاء الله صوتك كمان يطلع حلو إن شاء الله في مزامير داود، وتتحفنا بآيات من الذكر الحكيم إن شاء الله. ثلاث كلمات المفتاح تعرفها؟ نعم، استعد، بسمل، توكل على الله وانطلق. بالتوفيق. رضوان يتواجد إلى جانبي وجه معروف في مسابقة مزامير داود، وهو الحاج زوار. مساء الخير حاج زوار. مساء النور سيد. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. أنت هل طور من نفسه؟ كثير إن شاء الله. إن شاء الله ننتظر إذن في هذه المسابقة الدولية أن تكون من بين الأوائل حاج زوار، إذا كانت مكتوبة عند الله سبحانه عز وجل. أرجو من لجنة التحكيم التساهل قليلا، لأنه دار حقنا وجاء مباشرة لمزامير داود. إذن يرجى أخذ بعين الاعتبار مرض الحاج زوار. أخبرني المتنافس عبد الرحمن أسامة الشغري الذي أتانا من وجاءنا من ليبيا. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت زين؟ وايد وايد هلبة هلبة هكا يقولوها بالليبية، يقولوها هك. أي زين وايد وايد. كيف حالك مع الدراسة يا عبد الرحمن؟ الحمد لله في نعمة. جئتنا بالزي الليبي لتمثل ليبيا أحسن تمثيل بحفظ كتاب الله عز وجل. قل لي كيف يعني ليبيا ودراسة القرآن الكريم، كيف يمكن أن تصف لنا ليبيا في هذا المجال؟ الحمد لله ليبيا ما زالت في خير، لأن فيها كثير من المراكز التحفيظ، وما زالت ليبيا بخير ما دام فيها الزوايا السنوسية. وما دمت أنت فيها ليبيا ما زالت بخير ما شاء الله عليه. نقول ثلاث كلمات المفتاح يا عبد الرحمن.